خلينا نشوف بعض الإطلالات وما الصح منها وما الخطأ. أول فستان بال 1920 ريم، بعد الحرب العالمية الأولى كانت الناس تعرفي كتير متضايقة أو شيء بالحرب، قامت قررت كوكو شانيل تطلع بهذا التصميم اللي هو الليتل بلاك دريس اللي هو لهلأ كلاسيك. أول إشي الأسود كان معروف عنه بس للحزن، مش معروف إنه بلتبس لشيء تاني، وراحت بالسيمبل. بتعرفي قبل الحرب كانوا يلبسوا هاي الطنانير الواسعة الكورسيل كتير ضيق، قررت تتكسر كل هذه الأسس، طلعت بالليتل بلاك دريس، وبتقدر تلبسيه الصبح والظهر والمساء، إنه الأسود مش بس للحداد. فغير تاريخ الفاشن، وهذه صارت قطعة أساسية بخزانة كل سيدة لازم تكون. فبال 1920 طلعت بهذه السرعة. أنا أعشق ستايلات العشرينات، شوفي كيف تصاميمها فيها أريحية واسعة مريحة بالزبط. مرة صراحة هادئة وجميلة، وتلبسي أمتى ما كان. بال 1947 بعد الحرب العالمية الثانية، خلال الحرب تعرفي راحوا رجال كتير على الحرب، فصارت ستات تشتغل، فصاروا يلبسوا البناطيل الجاكيتات الواسعة البوكس ستايل. قرر ديور إنه لا، بعد الحرب لازم نرجع للساعة الرملية ولازم نرجع لجسم السيدة الحلو، فطلع بإشي اسمه The New Look اللي هو رجع خصور الجاكيت كتير ويعمل طبقات خفيفة في الطنانير. هذه بوقتها كانت زي سرعة وتغيير كبير بالفاشن، بس ما كملت معنا يعني، هاي لا خلصت بوقتها، انتهت في وقتها.